مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هنا من مدينة السحر والجمال، هنا من بوتفور في الساحل الشمالي، واللقاءات تجمع ما بين أو لقاء يقع ما بين كل من ريفليفرز وفريق تصويرون فريق الفراعنة. أصدقاء المشاهدين، هذه المباراة تأتيكم في دور المجموعات وتأتيكم في الدورة الثانية في اليوم الثاني على التوالي لهذه البطولة. على مناي سيزون فايف، إلى هنا مفردات حج اللقاء وتسجيلتين في الاثنين. النهاردة الفراعنة بيبدأوا بمحمد منير حارس المرمى، قدامه وواحد من خط الدفاع ياسين زهران 19، على الشمال صلاح 30، في العمق عبد الرمزي رقم 23، ودوره في 8 لاعب اكثر رقم 8، 2 في نص الملعب، 2 مركز 6، بدل رقم 22، وكمان 2 رقم 6، صانع العاب وهو اللاعب احمد عثمان. اما في الهجوم ثلاثي موجود، عوض رقم 99، زيزو رقم 9، وعمر هاني رقم 7. المدير الفني كابتن حسن محروس على القائم الثاني او على الجانب الثاني فريق ريك ديفيلز. بيبدا النهارده المدير الفني كابتن يحيى عيسى خلاصة المرمى، قدامه في اليمين كوكو رقم 17، في الشمال يحيى الفئة رقم 77، اثنين قائد الدفاع عبد الله رقم 6 وعباس رقم 92. ثلاثي وسط الملعب حفظ رقم 4، حسن عبد الرحمن رقم 5، وكمان المايسترو طاهر صاحب القائد رقم 10. قدامه في الهجوم غطاطي مجبولي وعمر عيسى، هم دول كنت اصور بس ما لحقتش. فاز المباراه اللي بيحكيكم بالالوان المسكيه، ضربه رقيه اولى في المباراه لصالح لعيبه ونجوم الفراعنه، عرضيه عدل ولكن على طول حارس المرمى يحيى عيسى بتصدي اول وبالانقاذ اول في المباراه. هذه المباراه مشاهدينا يحيى بقيادة النجم أحمد حامد، حكم الساحب المباراة اليوم ويعمل كل من بيبو المساعد الأول وسفينة النجم أحمد عاطف المساعد الثاني. فاز نتمناها بسيرة، نتمناها سهلة، نتمناها بكل جمال هنا في بريدة وفي الساحل الشمالي. لمسة على اليمين الفراعنة مدير بداية قوية وهجمة نارية وانطلاقة عنترية، لكن على طول دفاع موجود وحاضر من عبد الله صاحب القميص رقم 6. لمسه مره ثانيه للدفاع لعيبه ونجوم فريق ريد ديفيلز، اماميه في الامام ولكن في الاخير تطلع تعدي وتبقى رمي الشمس لصالح الاخضر فيروس فريق الفراعنه. تمس على طول موجود من الناحيه الشمال عند رقم 19 هو اللاعب ياسين زهران، ترجع مرة ثانية لياسين يكسب منها رمي التمرير ياسين زهران. هذا الفريق مشاهدينا اللي عنده ثلاث نقاط بعد الفوز والانتصار في اللقاء الماضي مع ذكيه مقابل ياسين. فريق ليفل تعرض لخسارة في اللقاء الماضي ويبقي بصفر من النقاط. علي فوق كورة، دفاع موجود من عبد الرمزي، ترجع ورا خالص عند الحارس وهو محمد منير حارس المرمى. يبدا هجمته ويلعب كورته على حدود منطقه الجزاء في مدير عبد القدس، اسم كبير ونجم عظيم واسم كبير في اندفاعات الفراعنه. على كره اليمين النجم رقم 19 وهو ياسين زهران، كورته في العمق ولكن في رايه مرفوعه. عادي عادي عبد الله عبد الله يا عبد الله 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 لمسه على الشمال رقم موجوده بلمسه عند اللاعبين والنجوم فريق الفراعنه تقسيمه تعدي ولكن الحارس وهو الحارس يحيى مع كورته يلعب على طول على الشمال هنا عند النجم صاحب القميص رقم 12 وهو اللاعب اعتقد عمر عيسى صاحب القميص 18 في مباراه اليوم. على طول لمسه من الشمال ترجع ورا وسط الملعب بداية هجمة جديدة عند طاهر، لمسة حلوة كرة أمامية سريعة على اليمين وحوار السرعة موجود هناك عند عمر عيسى، التعدي وتطلع بره
وكمان موجود ايه الموضوع كبير ولا وهذا اللقاء متابعينه هو اللقاء رقم 4 اليوم بس علشان نأكل فيهم هل سبق الدور الثاني والمرحله الثانيه من الدور الثاني في دور بعد معايا فوق الملعب الانطلاق كانت اولها جت عند النت ايوه عند الكره السته في لاعب فرنسي وفي صفاره موجوده وفي توقف بعد صفاره سلامات 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 للنجم الاحمر عثمان النجم اللي صد معاه في تلك الملعب ولكن على طول بصنع حكم المباراه بيروح له يقومه ويروح طيبه عاليه كمان رقم 7 في تسجيل فريق ريسي بالمجهول السلام عليك مجهولي والسلام عليك يوسف حتى لاحق العصفور دون التدخل او دون التدخل الجهاز الطبي ودون نزول الجهاز الطبي على طول حق المباراه يوقف تحت المباراه وحتى الان النتيجه مشاهدينا 0-0 كما هو موضح على الشاشه واللوحه الموجوده لدى الرسول الغرسيتان الزكور الاكثر تلك عوام تحديد وهذه الهدف عدد هنا اتصل عدد النجم مسكر عدد كرسي مسكر يحط في اليمين يطلع البنت رقم 99 عوض ولكن اطول من اللازم وكمان في رايه مرفوعه موجود على عوض صاحب القميص رقم 99 ان شاء الله نشوف لقاء كبير وان شاء الله نشوف لقاء مثير في هذه القمه وهذه المجموعه المجموعه مره ثانيه فوق الملعب لاعب ونجوم فريق فريق ديفل اللي عندهم صفر من النقاط واللي اكيد هذه المباراه بمثابه حياه او موت لهذا الفريق بنسبه كبيره والخساره تحت المباراه وبنسبه كبيره الفوز يعني البقاء والامل موجود ويعود لهذا الفريق لكي يعود وينافس على مقعد من قبل الوصول للادوار الاقصائيه باذن الله. لعبه موجوده الان عند طاهر نجم نص الملعب ورمانة الرجال لهذا الفريق وكمان صنع الالعاب علي طاهر وركله حره وزياده عدديه باربع لاعبين الحافظ زي الفرنسي عاليه فوق ولكن بالثبات واتقان واجاده من حارس المرمى محمد منير عاليه من منير حوار السرعه الى الشعبي ضربه راس لمسه ولكن حارس من منير من الحارس كلنا كالفريق وكلكم كالفريق. لمسة على اليمين
لصالح لعيبه كبير وصلنا احنا عاليين هناك ناحيه كرامات الرجليه للعيب ونجوم الفراعنه. الفوز بشكل كبير يقبل ليهم التاهل والعبور الى دور الكوارت الفاينل ان شاء الله في هذه البطوله. سيكون اللقاء الثالث هو لقاء تحقيق حاسم في حاله الفوز للفريق الفاينل. صارت تعدي عبدالله مره ثانيه التعادل على الشمال هنا عبدالله بعد فوزه هذا في المقابل الثلاثة همة وبداية همة
تمام جهة اليمين
ملعب
هو مفيش انا سامع حاجه انا سامع شفايفك خلي بالك قاري شفايفك عمر غالي بس الشاشه كابتن كابتن هات حاجه استنى اصبر مفيش حاجه زي ده هو الحكم اللي بيتكلم ولا الناس طب يا طب هو اللي بيتكلم يعني ايه انا بسقفه انا طلبت اشوف الفار والله عايز اشوف واشوف طلبت اشوف بس يعني لو مش الاولى فالثانيه يعني كده في اثنين شوف اللي انت عايزه فيهم العب ضربه جزاء يلا سايب قول لي طيب سايب خلاص افتح افتح يحتفظ بعد تكتيك يلا 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 ماشي يا عم ودي ضربه الجزاء خلي بالك هو قاعد لك طول اليوم في الملعب عشان كده مش عارف يتحرك فبياكل في مكانه هو مش قاعد اصلا على الفار اللي قاعد على الفار اهو هو قاعد لك طول اليوم في الملعب حارس المرمى نسيم زهران رقم 19
عادل رقصي رقم 23، فرصة رقم 8، وصلاح رقم 30، زيكا رقم 6، وبنا رقم 22، أحمد عثمان رقم 10، عوض رقم 99، زيكا رقم 9، وعمر هاني صاحب القميص رقم 9. طبعا بتوجه كاس الملاهي وفوزه بالرقم دي رقم 44 بعد هدف من صاحب القميص اللاعب أمامية علي ناحية اليمين، استلام هنا من نجم كوكو، عاوز يعدي كوكو ولكن كوكو تطلع تعدي إلى خارج الملعب وإلى رأس الحارس. أصدقائي المتابعين المشاهدين، هذه مباراة نظام تحكيمية بقيادة كل من محمد حامد حكم السجن يحرم منه أحمد عاصم يا الله تعالي ضربة راس من الوضع
اه
الله عليك يا عيسى، الله عليك يا عيسى، ويا سلام عليك يا احمد عصفور، لمسه حلوه وتصويره رائعه،
ولا عليك
يا ولد. الله عليك يا فواز، الله عليك مزيان. نزلت ومحتاجه صفه ويلحقوا ويدور وعلى ايديك حرس المرمى الحق السريع ويسجل الهدف الثاني لفريق الفراعنه. دور تحدي ابونا يسجل الهدف الثاني لفريق الفراعنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.